ايوا خويا انتوما تتشوفوا حالتنا الله يرحم الوالدين، وتانا هنا هاد الناس المسؤولين الله يرحم الوالدين بادروا بهادشي، انوضوا بهادشي، انتوما مخلينا هاد المحلات كلهم خينا حبوره، كنا احسن من هكا، راكم مصلحتو الناس دابا راه زدتو فساد على فساد، الله يرحم الوالدين مصلحو لنا هادشي ديالنا، راه هذا موقع استراتيجي، وهاد الناس اللي قاطعين هاد الطريق راه قالك نعط الله وقاطع الطريق ولو بالخير، وراه تيدوزو ناس معوقين، احنا في الفيسبوك تشوفوا الوليدات تيطيحوا تيتكرفصوا، و 60 ألف مرة تيجيو يحفروا لنا هادشي، دابا تنشكيو تيقول لك لا راضيم، تنمشيو لا راضيم تيقول لك مول الشركة المقاول، وهاد الناس ما متفاهمينش بيناتهم عاد غادي يخدموا، وشكرا، وزائد هادشي نعم أسيدي الله يرحم الوالدين السي المسؤولين، حنا راه صحاب الصناعة التقليدية تنعزو تنمثلو دور في هاد المدينة هادي بالصناعة ديالنا اللي خلاو جدودنا وخلاو لنا آباؤنا، وسمتي تيجيو لنا السياح تيبداو يضحكوا علينا، واه اليوم في الصباح دايزين السياح وتيشوف حاسك داك الشيء تيطلع من تحت الارض كحل ومقاطع به الطريق، واه منكر هذا شنو يديو عوارنا، والله ينصر سيدنا، وسيدنا راه باغي يزيد بهاد البلاد القدامى صاحبي، راه عاصمه اسماعيليه ولات قريه، هاد الناس راه ما فهمناهمش الله يرحم الوالدين وشكرا. الاقتراح اللي كتقترح لهم على هاد لي طرافو هذا؟ هاد لي طرافو سيدي دابا جاو داروا لنا هادشي، راه ضيعوا لنا البيبان ديالنا بالكرارس وبكذا، يجيو يصلحوا لنا البيبان ديالها يكمل الخدمه، حنا ماشي موقفينهم على الخدمه. خاص تقترح عليهم يخدموا. يخدموا في الوقت اللي يكون السوق ما خدامش، هذا سوق تجاري. ها هو حفر تقطعات الطريق، منين غادي يدوزوا الناس؟ يمكن لهم الجمعه يجيو يخدموا، يمكن لهم الليل يجيو يخدموا. يعلمونا. يديروا لنا وريقه بحال البارح نخدموا خدمتنا ونوجدوا راسنا وكذا، وهذه هاد النار ما نقلبوش فيهم. هاد الناس بحال هاد المحلات ملك ديالهم. الراجل دابا ولا تيدير لك نعزه تيهددك. حيد الباب ركب الكيب هذه 4 سنين وهي حتى حاجه ما فينيا. نعم قول له هادشي وهذا